الحوار الوطني يستأنف جلساته اليوم بعد رفع توصيات المرحلة الأولى لرئيس الجمهورية. منتدى شباب العالم يثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته في تمكين الشباب. ختام فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. منتصف ليلة القاهرة والتاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، نبدأها مع الزميلة آلاء طاهر. إليك آلاء. شكرا لك سارة وأهلا بكم مشاهدينا. تنطلق اليوم الأحد جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني، وذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى ورفعها لرئيس الجمهورية. ومن المقرر أن تناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب. كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، تعود جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضايا المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. جلسات الأسبوع السادس تعقد بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي على مدار جلستين تناقش قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب. كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. وفي اليوم المخصص للمحور الاقتصادي تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مدار جلستين مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن. كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، بينما تناقش لجنة الصناعة على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. وفي اليوم المخصص للمحور المجتمعي تعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية جلستين بعنوان الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التلفزيونية. كما تناقش لجنة الشباب المندرجة تحت المحور المجتمعي على مدار جلستين التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات المنتدى في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف. قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال، جامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بتوافق الآراء قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم. من جانبه صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار ورؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، مؤكدا حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كل جهود التنمية. كما أكد السفير عبد الخالق أن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة، لا سيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022 والذي قامت مصر وغيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليها. انطلقت ورشة عمل موسعة ينظمها منتدى شباب العالم بوادي النطرون بمحافظة البحيرة على مدار 3 أيام وذلك حول مفاهيم الصحة النفسية. يشارك في الورشة أكثر من 100 شاب وفتاة من جنسيات مختلفة، كما تستهدف الفعاليات تعزيز مفهوم تقبل الآخر وشحن المشاركين بجرعات كبيرة من الطاقة الإيجابية، فضلا عن دعم الشباب معنويا لا سيما القادمون من مناطق الصراع. الهدف بتاع المبادرة ان احنا نزود الوعي بالصحة النفسية والبني ادم يفهم يقدر يفهم ويعدي الحاجات اللي ممكن يتعرض الحاجات اللي بيتعرض ليها كضغوطات ازاي يقدر يجتازها. تمام، واحنا لينا علاقة بالشباب عشان منتدى شباب العالم، فالفوكس بتاعنا كان على الشباب اللي هو من سن 15 او من 16 لسن الجامعات اللي هو 22. تمام، فالكامب اكشلي بيهدف عنده بناخد سن من 16 ل 20 سنه وهو ده السن اللي جاي معانا النهارده عشان ده اكتر سن بيتعرض لضغوطات نفسيه. احنا اللي احنا عملناه ان احنا صممنا المعسكر ده ان هو يعمل فكره الدمج عن الفئات اللي معايا ذوي اعاقه ومعايا مهاجرين من السودان ومن سوريا ومعايا مصريين، ومصريين دول من محافظات ومن جوه القاهره من مدارس وجامعات خاصه وحكومه الاثنين. كل دول خلال ال3 أيام بتوع المعسكر هيبقوا بيحصل لهم دمج، بمعنى ان انا بخليهم جوه فرق فيها كل الفئات دي بيعملوا كل حاجه مع بعض طول الوقت، بيحضروا محاضرات وبيلعبوا وكل حاجه، فهم بيخبطوا في بعض لحد ما هم مع نفسهم يكتشفوا ازاي يعملوا حته الدمج دي. حاسه ان هي حاجه تخليني اقدر اتعامل مع الناس بره الكامب اصلا حتى لو مختلفين عني وتعرفني بقى في حياه الشغل وكده، عشان انا مش كل اللي هقابلهم هيبقوا شبهي، فهبقى محتاجة أتعرف على ناس جديدة. متحمسة كتير قوي على المعسكر ده، يعني عندي حماس أتعرف على الناس أكتر وأعرف شخصيتي أكتر وأطلع بفايدة أكتر وأتعرف على الناس جديدة أكتر في المجتمع الجديد ده. شايف إنه حاجة كويسة عشان تساعد الناس المتضررة نفسيا أول حاجة، عشان يعرف يساندهم وكده، يعني حاجة تغيير جو بالنسبة لهم وكده. أهم فعلا وجه الاستفادة إني هعرف أتعرف على نفسي كويس، هعرف اتعامل مع الاشخاص المختلفين عني سواء في الثقافه او في الاختلافات الجسديه او سواء كانوا من بلدان مجاوره، وهو مين لي ان انا اعرف اتعامل معاهم وافهم نفسي كويس. اختتام مهرجان العالمين الجديدة بنجاح ساحق، والمتحدة للخدمات الإعلامية تشكر كافة أجهزة الدولة المعاونة والرعاة وشركاء النجاح. وضع اسم المهرجان على خريطة الفعاليات العالمية ضمن توجهات الدولة المصرية. اختتمت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 اليوم السبت بمدينة بالعالمين الجديدة، وقد شهد المهرجان الذي أقيم في الفترة
فترة من الثالث عشر من يوليو وحتى الثاني من سبتمبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان. وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات. أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العالمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات، ووجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر. كما وجهت الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة. كما شكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فريق العاملين ومجموعات العمل بالشركات التابعة لها على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في خروج مهرجان العالمين بالشكل اللائق. كما تضمن الشكر كافة رعاة المهرجان الذين ساهموا في إقامة هذا الحدث العالمي، وهم البنك الأهلي المصري، شركة سيتي إيج لتطوير العقارية، شركة البريد المصري، شركة وي، حديد عز، شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير في إقامة الفعاليات الاستثنائية بمدينة العالمين الجديدة لأول مرة وفي مصر، هم بي جروب، بي اس بلاس، بي او دي، نكست، ايتوس سيكيورتي، تاكاريت، ارابيك، اوت دورز، كونسل، ماسترز، دينو، هايلايتس، وفندقي توليب، ورجال هايتس، وكافة القائمين على الفعاليات والأنشطة التي أقيمت على مدار أكثر من شهر ونصف وحققت حضورا جماهيريا ساحقا، مما ساهم في وضع مهرجان العالمين الجديدة على خريطة الفعاليات العالمية. وروجت لمدينة العالمين الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تلك المدينة والتي ولدت عملاقة على ساحل البحر المتوسط، وسجلت إنجازا جديدا كانعكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العالمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، سعيا لجعل العالمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية ضمن خطط مستمرة للتنمية. استهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين الجديدة، مما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر. بدأ المهرجان بحدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة تيك بول بحضور بطلة العالم لتيك بول ناتاليا جليتلر ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى أكثر من 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي. تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت ونجوم تامر حسني وأحمد سعد، راغب علامة، نانسي عجرم، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، كارول سماحة، بهاء سلطان، إليسا، تامر عاشور ومحمد منير، حميد الشاعري، أنغام، حكيم، مسار إجباري، مسلم، رضا البحراوي، علي قنديل، محمد محسن، شارموفرز، محمد عدوية، محمود أليثي، كايروكي، النجم العالمي راس، عمر كمال، الصواريخ،
دبل زاكش. واختتم النجم ويجز المهرجان بحفل كبير حمل شعار كامل العدد، بالإضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان. خلال المهرجان قدمت الفنانة إسعاد يونس إحدى حلقات برنامجها صاحبة السعادة، والذي استضافت من خلاله إحدى فقرات الساحر كريس المصري، الذي قدم فقرة ممتعة ومثيرة للألعاب التي تعتمد على الخداع وخفة اليد والتي لاقت إعجاب الجمهور. كما أذيعت حلقة من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي. كان من بين أهم الفعاليات التي شهدها المهرجان أو مهرجان العالمين الجديدة هي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، والتي أقيمت بالتزامن مع الحفل الأول لجوائز ستارز كيب. وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل والجودو والكرة الطائرة، بالإضافة إلى حدث الموضة الضخمة الذي تضمن العديد من الفعاليات، والتي كان من أبرزها عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو. أقيمت أيضا بطولة تراياثلون، وهي لعبة مكونة من ثلاث رياضيات أو رياضات: السباحة وركوب الدراجات والجري، وجميعها ألعاب أولمبية. وقام اللاعبون في هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو من الكيلومتر، وثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلومترا، ثم بعدها الركض والجري لمسافة 10 كيلومترات، وذلك خلال 1:50. وكان مهرجان العالمين الجديد قد انطلق في 13 يوليو تحت عنوان العالم عالمين، حيث ضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية. نتابع المزيد عن المهرجان في العرض التالي. مهرجان العالمين الجديد انطلق في 13 يوليو تحت عنوان العالم عالمين، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. ضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية. هنشيل بلدنا على كتفنا، ولا حد يوم حيكتفنا. فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة شاركت بالمهرجان. شهد البطولة العربية للجودو وبطولة كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية. تضمن بطولة البادل العالمية وسباقا للترايثلون وسباقا للسيارات. شهد بطولة تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية. شهد إقامة حفلات غنائية وموسيقية لأبرز الفنانين من الوطن العربي. حفلات المهرجان لقت حضوراً جماهيرياً كبيراً وسط إشادة بحسن التنظيم. احتضن عروض أزياء لكبار المصممين مثل مايكل سينكو. شهد عروضاً لمسرح الشارع والدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما. اختتم فعالياته في 2 سبتمبر بعد تقديمه تجربة سياحية شاملة.
المتحدة للخدمات الإعلامية قررت التبرع بعوائد المهرجان لصالح حياة كريمة. نجاح كبير وزخم غير مسبوق على المستويات كافة حظيت به الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة، والذي لاقت حفلاته رواجا وحضورا جماهيريا كبيرا. توالت الإشادات بحسن التنظيم والترتيب لمسابقاته الرياضية، وفي لفتة مميزة أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبرعها بصافي عوائد المهرجان للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. ولد عملاقا، هكذا وصفت الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة، والتي شهدت زخما غير مسبوق وضع المدينة الوليدة على خارطة مدن الترفيه العالمية بما شهدته من رواج سياحي للمهرجان الذي بدأت فعالياته في 13 من يوليو الماضي. تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية ليصبح الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. المهرجان تضمن العديد من الحفلات الغنائية لأبرز فناني مصر والوطن العربي، حيث شهد حفل الكينج محمد منير إقبالاً كبيراً، وتفاعل الجمهور مع حفلات الملك فضلاً عن حفلات صوت مصر المطربة أنغام. وبدأ المهرجان حفلاته الفنية مع النجم تامر حسني، وشارك من النجوم العرب الفنان راغب علامة والمطربة نانسي عجرم. حفلة مهرجان العالمين لاقت رواجاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً أشادوا فيه بحسن التنظيم والترتيب. وفي لفتة مميزة أعلنت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العالمين الجديدة، وذلك تماشياً مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها، فضلاً عن إعلانها تبرعها بصافي عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة. تضمن المهرجان أيضاً العديد من البطولات الرياضية، من ضمنها بطولة كرة القدم الشاطئية، والبطولة العربية للجودو، وبطولة البادل العالمية، وإقامة سباق للترياثلون، بالإضافة إلى العديد من التحديات الرياضية بمشاركة نجوم الرياضة بما يبلغ حوالي 40 مشاركا رياضيا حول العالم. كما شهد المهرجان عروضا جوية وبحرية مميزة جذبت الآلاف لمتابعيها. محب الموضة والأزياء كانوا على موعد أيضا مع عرض الأزياء للمصمم العالمي مايكل سانكو، والذي أشاد بمدينة العالمين الجديدة وما تتمتع به من مقومات تجعلها وجهة للعديد من مصممي الأزياء العالميين. مدينة العالمين الجديدة استضافت أيضا مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية تحت عنوان 60 سنة دراما، وجاءت تلك الخطوة في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشريك الاستراتيجي للمهرجان لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني وتعزيز دور الدراما التنويري، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023. ومن كورنيش العالمين الجديدة انطلق مسرح الشارع الذي قدم وجبة فنية يومية للجمهور الذي تواجد لمشاهدة الفعاليات المختلفة، وأشاد بالفن الذي يتم تقديمه يوميا مستمتعين بعروض الفرق التراثية والغنائية والموسيقية. تجربة صيفية فريدة قدمها مهرجان العالمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، تجعل مدينة العالمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم. اختتمت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 اليوم السبت بمدينة العالمين الجديدة. وقد شهد المهرجان الذي أقيم في الفترة من 13 من يوليو وحتى 2 من سبتمبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، والتي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة التي
أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات. أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العالمين الجديدة والتي أقيمت أو الذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات، ووجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بشكل الذي يليق باسم مصر. كما وجهت الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة. كما شكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فريق العاملين ومجموعات العمل بالشركات التابعة لها على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في خروج مهرجان العالمين بالشكل اللائق. كما تضمن الشكر كافة رعاة المهرجان الذين ساهموا في إقامة هذا الحدث العالمي، وهم البنك الأهلي المصري، شركة سيتي إيج لتطوير العقارية، شركة وي البريد المصري، شركة حديد عز، وشركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير في إقامة الفعاليات الاستثنائية بمدينة العالمين الجديدة لأول مرة في مصر، وهم بي جروب، بلس دي اس، بي او دي، نكست سيكيورتي، ايتوس، تذكرتي، اريبيا اوتدورز، كونسل ماسترز، دينو هايلايتس، وفندقي توليب ورجال هايتس، وكافة القائمين على الفعاليات والأنشطة التي أقيمت على مدار أكثر من شهر ونصف وحققت حضورا جماهيريا ساحقا، مما ساهم في وضع مهرجان العالمين الجديدة على خريطة الفعاليات العالمية، وروجت لمدينة العالمين الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تلك المدينة والتي ولدت عملاقة على ساحل البحر المتوسط، وسجلت إنجازا جديدا كانعكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العالمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، سعيا لجعل العالمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية ضمن خطط مستمرة للتنمية. استهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين الجديدة، مما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر. بدأ المهرجان بحدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة تيك بول بحضور بطلة العالم لتيك بول ناتاليا جيتلر ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى أكثر من 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي. تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسني، أحمد سعد، راغب علامة، نانسي عجرم، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، كارول سماحة، بهاء سلطان، إليسا، تامر عاشور، محمد منير، حميد الشاعري، أنغام، حكيم، مسار إجباري، مسلم، رضا البحراوي، علي قنديل، محمد محسن، شارموفرز، محمد عدوية، محمود الليثي، كايروكي، النجم العالمي روس، عمر كمال، الصواريخ، دبل زوكش، وإبو. واختتم النجم ويجز المهرجان بحفل كبير حمل شعار كامل العدد، بالإضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.
خلال المهرجان قدمت الفنانة إسعاد يونس إحدى حلقات برنامجها صاحبة السعادة، والذي استضافت من خلال إحدى فقراتها الساحر كريس المصري، الذي قدم فقرة ممتعة ومثيرة للألعاب التي تعتمد على الخدع وخفة اليد والتي لاقت إعجاب الجمهور. كما أذيعت حلقة من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي. كان من بين أهم الفعاليات التي شهدها مهرجان العالمين الجديدة هي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، والتي أقيمت بالتزامن مع الحفل الأول لجوائز ستار سكيبرز. وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل والجودو والكرة الطائرة، بالإضافة إلى حدث المضاد ضخمة الذي تضمن العديد من الفعاليات، والتي كان من أبرزها عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو. أقيمت أيضا بطولة تراياثلون، وهي لعبة مكونة من ثلاثة رياضات: السباحة وركوب الدراجات والجري، وجميعها ألعاب أولمبية. وقام اللاعبون في هذه الرياضة بالسباحة لمسافة كيلو ونصف متر أو كيلو ونصف من الكيلومترات، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو مترا، ثم بعدها الركض والجري لمسافة 10 كيلومترات، وذلك خلال ساعة و50 دقيقة. لمزيد من المتابعة حول اختتام مهرجان العالمي معنا الأستاذ أحمد سعد أدينا الناقد الفني. أهلا بك أستاذ أحمد. ومبدئيا كيف تقيم أهلا بك كيف تقيم مهرجان العالمين الجديد؟ اسم مهرجان العالمين مختلف عن كل المهرجانات لأن المدة بتاعته قرب من شهرين، فده يمكن أطول مهرجان في المنطقة كلها، منطقة العربية أو في الشرق الأوسط. مهرجان العالمين مختلف عن المهرجانات الأخرى لأن هو أشبه بالإحتفال الكرنفالي. ليه؟ لأن عندنا ألوان من الفنون كتير جدا بالنسبة للحفلات، للكرة الشاطئية، الرياضة، لحتى ماتشات الكرة لنجوم قدماء كانوا موجودين. بعد كده عندنا بقى الفنون الشعبية، عندنا نادي القصة، عندنا حاجات كتيرة جدا. لكن على مدار قرابة 50 يوم أو أكثر أقيمت احتفاليات أو حفلات كتير جدا جدا، بعضها كان ممكن يبقى 3 و4 حفلات أو 3 و4 أحداث فنية في يوم واحد، وده حاجة كبيرة جدا، تبقى صعب إن كان ممكن يتعمل قبل كده. لكن مدينة العالمين الحقيقة من تصميم المدينة نفسها مؤهلة إن يحصل فيها هذه الأحداث في يوم واحد. أنا عايز أتوقف عند مهرجان الدراما، النسخة الثانية من مهرجان الدراما أو السنة الثانية من مهرجان الدراما اللي أقيمة في العالمين، لأن أنا كمان حضرت هذا المهرجان.
من قبل ما تدخلي المدينة وهناك نوع من الإبهار. نعم. سواء شكل المدينة في مبانيها، في الأبراج الموجودة اللي على البحر الكلام من ده، إلى الريد كاربت اللي كان عليه كل نجوم مصر بلا استثناء. يعني لما حد بيسأل، أنا فاكر أنك سألت مين حضر، قلت لهم لا مين ما حضرش، لأن أنت لو شفنا اللي ما حضرش ممكن نعد 3-4 على أقصى. كل نجوم مصر موجودين في مكان واحد، في حفلة، في توزيع جوائز، في بعدها حفلة لتامر حسني كان بيغني. فطبعا إقامة مهرجان الدراما بهذا الشكل بكل هؤلاء النجوم، ده كان حدث في حد ذاته، كان حدث كبير. نعم. يعني لو اتكلمنا على اللون الغنائي، مين ما غناش في العالمين؟ يعني عندنا الكينج محمد منير، عندنا تامر حسني، عندنا حتى من المطربين العرب معظمهم غنى في العالمين. فأقدر أقول أن أي حد كان بيروح للعالمين كان هيلاقي كل الهوايات اللي هو بيحبها لازم هيلاقيها، سواء كانت رياضية أو فنية أو كده. وده مجهود جبار لما بنقعد على حوالي 6-7 أسابيع، ده مجهود جبار بالإضافة لتأمين هؤلاء الموجودين. العالمين زارها في الحوالي 7 أسابيع دول، دخلنا في قرابة 2 مليون، 1.5-2 مليون شخص. تأمين هؤلاء كان برضو حاجة جميلة جدا، لأن ما حصلش حادث واحد يعكر الصف. احنا بعتنا رسالة من العالمين بنقول لا، مصر أرض الأمن والأمان، دي حاجة. الحاجة الثانية، قوتنا النعمة الكبيرة هي اللي اتكلمت عن مدينة العالمين، المدينة الجديدة، مدينة الجيل الرابع الموجودة على شاطئ المطوع. نعم. شكرا أستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني، كنت معنا عبر الهاتف. نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعاري من بعد ISPRS المؤتمر الدولي GSW 2023 تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. افتتح المؤتمر وزير التعليم العالي نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث ناقش المؤتمر عدة محاور تتعلق بالاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة في شتى مناحي الحياة الهندسية والزراعية والإنشائية والمساحة والموارد المائية، وكذلك تحليل البيانات والصور. حقيقي يوم من الأيام اللي أنا شخصيا وكل أسرة الأكاديمية بنفتخر بيها. الأكاديمية يعني واحدة من أكبر الجامعات على أرض مصر، منظمة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، 50 سنة على أرض مصر بنحتفل بيومنا الذهبي. النهاردة بنؤكد للعالم اهتمام الأكاديمية بالبحث العلمي يأتي بثماره، تستضيف اليوم وتنظم اليوم هذا المؤتمر الذي يعني نرى فيه أكثر من 1000 عالم من أكثر من
60 دولة من حول العالم كلهم موجودين النهاردة على أرض مصر على ضفاف النيل. بنتحدث عن الاستشعار عن بعد والمستقبل، ويعني كيف يمكن أن تستخدم هذه العلوم في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، تحقيق التنمية المستدامة، تحقيق الرؤى اللي مصر والدول العربية وضعتها لأنفسها. المؤتمر بيبحث في نقط مهمة جدا لها علاقة بالفضاء والأشعار عن بعد وأهميته واستخداماته في التطبيقات العملية اللي تخدم المجتمع وتخدم الاقتصاد بتاع المجتمع. على سبيل المثال صور الأقمار الصناعية بتستخدم في دراسات المياه ودراسات استكشاف المعادن، ودي كلها طبعا ثروة بالنسبة للاقتصاد. وفي نفس الوقت في تطبيقات تانية لها علاقة بالجيومكانية. الجيومكانية هو ازاي انك تربطي كل حاجة بالمكان اللي فيه. مثلا على سبيل المثال بنطبق الجيومكانية في معرفة أنسب مكان تعملي فيه مدينة جديدة، تعرفي أنسب مكان تحط فيه مناطق استصلاح أراضي وهكذا. المؤتمر طبعا بيناقش موضوعات مهمة جدا في موضوع الاستشعار من البعد، علوم الفضاء والتطبيقات بقى، كل العلوم ديت في التطبيقات الحياتية، النقل، المواصلات، الطرق، المباني، الخرائط المساحية، بالإضافة بقى للتطبيقات الشديدة جدا في المجالات على رأسها مثلا المجالات الزراعية. يعني هتشوفي مثلا من الصين ناس جاي تكلمنا على الريموت سينسينج وتطبيقاته في متابعة نمو النبات وأمراض النبات، وإزاي أنا أعمل الكلام ده بالاستشعار من البعد، مش لازم أكون موجود هناك. كل حاجة هتبقى ريموتلي كده، هتبقى تدار من البعد. قام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى الفرقة 12 مشاة بسكنات. في كلمته أمام ضباط وصف وجنود وحدات المنطقة رحب البرهان بأي دعم لإعادة إعمار السودان. نحن ساعين في أن هذه المعركة تنتهي بانتصار ونبدأ في إعادة الإعمار، إعادة إعمار البلد، إعادة تأهيل الجيش بطريقة تمكنه من أنه ينتصر في أقل زمن وبأقل جهد. نحن كلنا استشعرنا نحن والسودانيين في أننا يجب أنه يكون عندنا فعلا جيش قوي، جيش قادر أنه يتصدى لكل المخاطر المتهدد أمن الدولة وأمنها. وفي زيارة للفرقة 11 مشاة بولاية كسل شرقي السودان، أكد البرهان قدرة الجيش على إنهاء التمرد، مشددا على أهمية الاتحاد بين الجيش والشعب. أنتم موجودين ونحن موجودين والشعب السوداني موجود، نحن كلنا في خندق واحد، سنقاتل هذا الداء حتى نستأصله. وهم قاعدين هسه الآن بيسمعوا في الكلام ده، نحن ما في زول بيخاف منهم ولا في زول يفتكر انه هم ممكن ينتصروا على الجيش السوداني. نحن قوات مسلحه كلنا نكمل ننتهي. اشتدت المعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وقصفت قوات الجيش أهدافا لميليشيا الدعم السريع في بحري وشرق النيل وسط وشرقي بينما، تواصلت الاشتباكات في أم درمان وشمال كردفان وجنوب دارفور. وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث والتي وقعت في محافظة كركوك. كما أكد محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. كان السوداني قد وجه بفرض حظر التجول في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بشكل دقيق. قال رئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك، ودعا رشيد إلى الامتناع عن أي تهديد واستخدام القوة في كركوك، مؤكدا حرص الدولة الشديد على أن يعم السلام في كل أنحاء البلاد، وشدد على ضرورة الركون إلى الحوار البناء كوسيلة لا بد منها لتهدئة التوتر الراهن بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات
الشعب العراقي بكل أطيافه، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات. جاء ذلك خلال لقائه بمدينة القبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6. من جانبه أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي. قررت المحكمة العليا في النيجر الموافقة على الطرد الفوري للسفير الفرنسي وإلغاء حصانات الدبلوماسية وفقا لطلب موجه إلى رئيس المحكمة. وكان المجلس الانتقالي في النيجر قد أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد الأسبوع الماضي، وانتهت المهلة في 28 من أغسطس دون استدعاء فرنسا لإيتي. أعلنت الجابون إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية التي أغلقت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو. قال الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات إن اللجنة قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية. أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو تعليق التعاون العسكري بين فرنسا والجابون، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في ليرفيل. وأوضح ليكورنو أن الوجود العسكري الفرنسي يتضمن جنودا يقومون بالتدريب وكانوا دائما بجانب الجيش الجابوني، مشيرا إلى أنه تم تعليق عمليات التدريب في الوقت الحالي في انتظار أن يتضح الوضع السياسي في البلاد. كما أضاف أن هذه القوات المتمركزة تشارك في حماية المواطنين الفرنسيين وأنها على استعداد لتقديم التعزيزات للعمليات والتعاون مع الجيش الوطني الجابوني وجيوش الدول المجاورة. قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كاب 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، قال إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ستكون حاضرة في نقاشات قمة أفريقيا للمناخ كنموذج مصري يحتذى به لتوطين العمل التنموي والمناخي. وفي كلمة له عبر الفيديو كونفرنس أشار محيي الدين إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاقت تقديرا كبيرا من شركاء مصر للتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، موضحا أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللامركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى. عبر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جانتلوني عن ثقته في التوصل إلى اتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024. هذا وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع
مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو، وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي ليبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من عام. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه رئيسة بنك الاحتياطية الفيدرالي في كليفلاند إن معدل التضخم الأمريكي لا يزال مرتفعا أعلى مما يجب. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. متجاوزا التوقعات، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.8% في أغسطس ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، تراجع عدد الوظائف في قطاع الشحن البري بمقدار 37,000 وظيفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف أكثر في الدخل وبالتالي تراجع الإنفاق في المستقبل المنظور. وبحسب بلومبرغ، فإنه لا يتضح إذا كان ارتفاع معدل البطالة في أغسطس سيمهد لضعف في سوق العمل، مشيرة إلى أن تلك البيانات قد تربك توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن زيادة كانت متوقعة لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل. وربما يميل صناع السياسة النقدية للتفكير بالتوقف مجددا عن زيادة سعر الفائدة. يأتي ذلك في وقت قالت فيه رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إن معدل التضخم في الولايات المتحدة ما يزال مرتفعا أعلى مما يجب. وقالت ميستر إن على صناع السياسات مراقبة الأسواق والبيانات الاقتصادية عن كثب لتقييم مدى التطور الاقتصادي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية على أساس واعٍ، إلا أنها لم توضح إذا ما كانت تعتقد أن هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة أم لا، أو ما يجب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فعله في اجتماع السياسة النقدية الشهر الجاري. كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أكد خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأمريكي في مدينة جاكسون هول أن المسؤولين لم ينتهوا من محاربة التضخم، وأنهم قد يقرون زيادات أخرى لأسعار الفائدة إذا لم يتباطأ الاقتصاد ويتراجع معدل التضخم. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الحوار الوطني يستأنف جلساته اليوم بعد رفع توصيات المرحلة الأولى لرئيس الجمهورية. منتدى شباب العالم يثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته في تمكين الشباب. ختام فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، كنا معكم الزميلة سارة عبدالله وأنا آلاء طاهر.